التهديدات التركية ليست أول مرة وليست بآخر مرة إن حصل اجتياح، لأنه على مدار السبع سنوات الماضية أردوغان كان شغله الشاغل تهديد. التحالف الدولي عندما يقوم بترك الحدود ويذهب بعيدا عن حليفه الذي ناضل من أجل جميع العالم، عندما كان داعش في قمة قوته، نحن الذي انقذنا العالم من إرهاب داعش وأخواتها، اليوم نحن نندد بالمجتمع الدولي عندما يترك هذا الشعب وحيداً.